في يعني شمه كده هكتبها لك ماشي. وانتي بقى ايه حفره عايزه تقولي قولي. اوكي شكلنا الفترة الجاية هنشوف شخصية جديدة تانية خالص لسمية. احنا مش هنقرأ، فانتي براحتك طبعا. بمعنى ايه ثلاثية؟ اقول يعني؟ عادي. لا قول. يعني في يا اما انتي هتدخلي في علاقة ممكن مع يعني هتقبلي مثلا حد يتقدم لك يكون هو اوريدي متجوز. يا اختي ابدا مش عايزه. في حاجه بتحوم حوالين كده، لان رقم 3 اتكرر اكتر من مره. فطبعا انت ترد بينصحك بيقول لك ان في دخله على علاقه ثلاثيه. انت براحتك طبعا تقبلي او ترفضي. نصيحه التاروت ليكي ان هو بس بيوضح لك. اوكي طيب خلينا